حكمت الامامه الملكيه اليمن بالحديد والنار فارضه عزله بينها والعالم وهو ما دفع نخبه من احرار اليمن للاتحاد في حركه وطنيه ادت لانفجار ثوره السادس والعشرين من سبتمبر من العام 1962 نجح ثوار سبتمبر في اسقاط الامامه لكنهم فشلوا في حمايه فكره جمهوريه الشعب وهو ما سمح بتسلل رموز الملكية مرة أخرى إلى السلطة برعاية سعودية وهو ما فتح الطريق إلى صعود علي عبد الله صالح إلى الحكم الرجل الذي حكم اليمن ثلاثة عقود من المكر والخديعة والفقر وعن أبنا جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على سيادة وإستقرار الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه تبنى الجمهوريات على مبداي سياده الدوله ومساواه المواطنين لكن نظام صالح احتكر السياده لصالح شخصه وحزبه وحرسه العائلي ومنح المواطنين امتيازات سياسيه ديمقراطيه شكليه واكتشف اليمنيون بعد حين من الخديعه ان صالح يمضي بهم باتجاه اجباري نحو امامه بوجه جمهوري توريث الحكم اصطدمت محاولات صالح توريث الحكم لابنه بمعارضه سياسيه صلبه وجيل جمهوري متسلح بقيم المواطنه، وادى انسداد الافق السياسي بين صالح والمعارضه الى انفجار ثوره ثانيه جمهوريه فبراير 2011 التي خلعت صالح عن الحكم وفتحت الطريق نحو يمن جمهوري اتحادي. لكن قدر اليمنيين مع الدوله لم ينجز بعد. فقد واجهت الجمهورية مرة أخرى ثورتين مضادتين، الأولى إيرانية جندت لها ميليشيا الحوثي والثانية عربية بقيادة السعودية والإمارات، جندت ميليشيات محلية في المناطق المحررة. تتصارع الثورتان المضادتان في اليمن على ثرواته، لكنهما تلتقيان في العداء للجمهورية. الجمهورية التي لا يزال اليمنيون يناضلون من أجلها. كونها الخيار الوحيد لبناء يمن مستقل ذات سيادة ومساواة